أخيرا ظهر اتحاد الكرة النهاردة بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية. مباراة منتخبنا الوطني كانت يوم الأحد اللي فات، النهاردة الأربعاء، يعني بنتكلم بعد 72 ساعة من خروج منتخبنا الوطني. اتحاد الكرة خرج النهاردة وأصدر بيان إعلامي. البيان في مضمونه نقطتين: أولا، الاتحاد بيعتذر لجموع الشعب المصري ولجماهير الكرة المصرية في المقام الأول على الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد واللي كان المفروض منوط بيها من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة. ولكن لم ينجح المنتخب ولم ينجح الاتحاد في التخطيط لهذا المنتخب، وخرجت الجماهير المصرية حزينة على أداء وظهور المنتخب في هذه النسخة من كأس الأمم في الكوت ديفوار. المجلس كمان في سياق بيانه تقدم بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي. ده الجانب الأول من البيان. الجانب الثاني إن مجلس الإدارة بيؤكد إنه على إنه هو يعني جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية. لذلك المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 4 فبراير لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة، ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.